مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بكم في التغطيه الخاصه اللي بيقدمها موقع في الجول للدوري السعودي. معانا النهارده الاستاذ سيد مصطفى وكيل لاعبين. اهلا بيك يا سيد، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك يا استاذ حامد، واهلا بالساده المشاهدين. في البدايه كده طبعا استاذ سيد مصطفى وكيل محمد شريف، وكيل وليد ازارو، وكيل مجموعه كبيره جدا من اللاعبين في الدوري السعودي. في البدايه كده عايزين نتكلم عن محمد شريف. عايزين نبدا من ورا، من الاحداث، من بدايتها في التعاقدات مع نادي الخليج مع النادي الاهلي. ايه اللي حصل بالظبط وازاي المفاوضات تمت من النادي الاهلي لنادي الخليج؟ والله شوف، المفاوضات انت عارف اكيد ان النادي الاهلي صعب جدا في المفاوضات، فموضوع المفاوضات بالذات او انتقال اللعيبه او بالذات لو واحد كان من نجم من نجوم النادي الاهلي، محمد شريف يعتبر يعني من الناس اللي سابوا علامه في النادي الاهلي. فكانت المفاوضات مش سهله عشان اكون صريح معاك، وكان فيها صعوبه، ولكن اكيد انت عارف ان النادي الاهلي عمره ما هيقف في وش اي لاعب في الاحتراف الكلام ده. ولكن محمد شريف الحمد لله رب العالمين تم انتقاله بشكل مش هقول لك سريع، ولكن في فتره لا تتخطى مثلا ال 25 يوم. 25 يوم. طيب هل كان في عروض اخرى بخلاف الخليج ولا كان هو الخليج بس؟ لا، محمد شريف كان عنده عروض من انديه تركيه، من ناديين تركيين، ويمكن ده اللي فتح باب النقاش مع النادي الاهلي، ان هو مش عرض واحد ولا اتنين، ولكن كان عرضين، وبعد كده جه عرض نادي الخليج. طيب هل بالفعل هناك بند في تعاقد محمد شريف مع نادي الخليج في حال رحيله عن نادي الخليج ويتعاقد مع فريق في الدوري المصري لابد من العوده اولا للنادي الاهلي، ولا مفيش البند ده؟ لا، هو البند اكون صريح معاك يا حامد، البند مفيش بند بيقول الكلام ده في قوانين الفيفا، ولكن الاولويه ان بيتم مخاطبه النادي الاهلي. بمعنى يعني ايه يتم مخاطبه النادي الاهلي؟ بمعنى ان مثلا سيان جه عرض لمحمد شريف في يوم من الايام، بيتم مخاطبه النادي الاهلي ان في عرض جه لمحمد شريف بالقيمه دي. معلش، هو اي نادي ولا في الدوري المصري مخصوص؟ اي نادي في الدوري المصري لازم يتم التواصل من جانب مجلس اداره نادي الخليج السعودي الى النادي الاهلي. بس فبيتم مخاطبه النادي الاهلي، وبيبقى فيه مهله معينه للنادي الاهلي. المهله دي قد ايه؟ يعني مثلا هتقول حوالي اسبوع. مثلا اسبوع، في الاسبوع ده الاهلي ما قدرش يفعل اللي هو يشتري من الخليج، فخلاص يحق له اللي هو يروح لاي نادي تاني. الاهلي بص يا حمد، الاهلي بيبقى عنده مثلا ان هو بيقعد يتكلم مع اللاعب. جميل. اللاعب خلاص اوكي، ما فيش مشكله خلاص، ولكن خلينا انا حابب بس اوصل نقطه بسيطه يا حمد. اتفضل. محمد شريف اكيد كلنا كمصريين عاوزينه يستقر ويستمر في دوري كبير زي دوري روشن، دوري السعودي، لأن بتبقى خطوة كويسة بالنسبة لأي لاعب مصري إن هو يلعب في دوري كبير زي ده، يعتبر من ثالث أكبر دوريات العالم دلوقتي من حيث القيمة التسويقية، من حيث البث والمشاهدات والمتابعة من وكلاء من القنوات الرياضية على مستوى العالم، أكثر من 100 قناة بتغطي الدوري السعودي. فحاجة كويسة لمحمد شريف وبالنسبة لينا إحنا كمصريين ان يكون عندنا لاعب في الدوري السعودي، الدوري الفرنسي، الدوري التركي، الدوري الالماني. احنا ليه بنقول الدوري السعودي؟ الدوري السعودي دلوقتي اخذ دعم كبير جدا من الدوله بقياده سمو الامير محمد بن سلمان، دعم كويس، نجوم كبار. فلما نجي نتكلم ونقول ان محمد شريف في بند يسمح ان هو ايه، يعني هو لو رجع النادي الاهلي او يعني او في اي عرض،
لازم أن تتم مخاطبة النادي الأهلي والكلام ده، ولكن مش ده التفكير. أنت من حقك إن أنت تسألني وتقول لي وتعرف المواضيع ماشية إزاي بالنسبة لمحمد شريف أو أي لاعب، وده شغلك وأنا أحترمه، ولكن يعني اللاعب لسه رايح بقاله 3 شهور ولسه عنده أهداف. طب بصراحة كده، هل محمد شريف كان عايز يمشي من النادي الأهلي بسبب عدم المشاركة أساسية مع كولر؟ هل هو اتكلم معاك في ده؟ هو كان في نتائج أكيد مترتبة لمغادرة أي لاعب. ثانيا، العرض اللي جه للنادي الأهلي وجه لمحمد شريف وتقدير الناس في النادي الخليج، ودي رسالة برضو حابب إن أنا أشكر فيها المهندس علاء الهمل رئيس نادي الخليج، والسادة المسؤولين مدير الاحتراف علي شيبان. الناس قدروا محمد كويس، والمكان اللي بتلاقي فيه تقدير وبتلاقي فيه الناس شاريينك فيه، انت بيبقى عندك الرغبة ان انت تروح المكان ده تقود تجربة جديدة. اللاعب لما طبعا النادي الاهلي نادي كبير يا حامد، انت فاهم قصدي، ولكن نقولها بطريقه سلسه وبسيطه، انا حابب اخوض تجربه جديده. مش هقول لك ان سبب رئيسي لمغادره محمد شريف هو ان هو ما كانش بيلعب كتير ولا الكلام ده، مش ده السبب الرئيسي. بس اكيد اي لاعب بيكون بيفضل يلعب اساسي علشان يروح للمنتخب، يعني ده طبيعي، لعيب الكوره لازم عايز يلعب اساسي. ما انا بقول لك ده سبب من ضمن الاسباب. طب السبب الثاني؟ السبب الثاني ان انا عاوز اخد تجربه جديده. انا لعبت كام سنه في السيزون المصري؟ لعبت حوالي مثلا 4 سنين، حققت فيهم دوري ابطال افريقيا مرتين، 3 مرات، وحققت فيهم الدوري، وحققت فيهم مركز كويس في كاس العالم للانديه، وحققت فيهم بطولات السوبر والكاس. طب وبعدين؟ هنا السؤال، اللاعب هيحصل له تشبع، اي لاعب مش محمد شريف بس. فاهم قصدك. انت لما تيجي تبص على المقضيه، خطر على اللعيبه حتى يعني اللاعب لازم يكون عنده اهداف. طب محمد شريف حقق هداف دوري ابطال افريقيا، وحقق هداف الدوري المصري. جه المدرب بيترو موسوماني له كل التقدير والاحترام، بعدها لعب محمد وكان ماشي معاه بشكل كويس الى ان تم جلب بيرسي تاو. جميل، بيرسي تاو جه، ابتدى محمد ما يشاركش كتير. طب ما هو كان نفس محمد اللي كان بيشارك هداف ده، اللي هو هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت. فدي برضو اثرت على نفسيه اللاعب، بدا يشارك وبدا يسجل. اقل موسم لمحمد اللي هو ما كانش بيشارك فيه حوالي سجل فيه 14 هدف. ده من اقل المواسم اللي محمد سجل فيها اهداف. يعني انت قصدك عايز تقول ان برضو قبل كولر كان موضوع موسيماني، كان ده مؤثر مع محمد شريف جامد، عدم مشاركته مع موسيماني اساسي. انت لما تبقى لاعب هداف دوري ابطال افريقيا، ودي اهم هداف دوري ابطال افريقيا، يعني انت بتتكلم على سفر في بلاد صعبه واجواء صعبه وملاعب صعبه ارضيه صعبه، انت فاهم، وتاخد فيها هداف دوري ابطال افريقيا، دي حاجه مش قليله لاي لاعب. تمام. طيب بالنسبه خلال الايام الماضيه، طبعا محمد شريف رايح نادي الزمالك، من الاخر كده عشان يعني نقطع الموضوع كله ونوصل للنهايه، هل في مفاوضات مع نادي الزمالك سواء شفويه او مفاوضات رسميه، ولا الكلام ده عادي تمام من الصحه؟ ما فيش اي مفاوضات، هو كان كلام وكلاء بالنسبه لي انا، محدش يتكلم مع محمد نهائي. بس اتكلموا معاك اللي هم عايزين يعني يستطلعوا رايك ان محمد شريف يرجع يلعب في الزمالك، صح كده؟ كلام وكلام لا اكتر ولا تمام. طب انا كان ردي ايه؟ او يعني الرد بتاعي كان ايه؟ ان انا عندي لاعب لسه رايح او منتقل جديد لنادي جديد وفكر جديد و بيمثل نادي كويس في دوري كبير جدا. بأي عقل بأي منطق إن أنا أقول للاعب ارجع تاني؟ إزاي؟ هو اللاعب عقده 2 سنين. تمام. ومبسوط جدا إن هو موجود في دوري كبير وفي نادي الخليج ومركز وعايز ينجح.
وعايز يعمل نتائج كويسة وعاوز يساعد زمايله وعاوز يعمل أرقام كويسة بالنسبة له. فلما يكون حد مركز في حاجة معينة ويجي حد مثلا يحاول إن هو يشغله عنها مثلا أو يخليه يبص لطريق تاني، هو ذات نفسه اللاعب رافض، أو يعني مش هقول لك إن هو رافض يتكلم في أي شيء، ولكن هو حقيقي مركز، حقيقي مركز في خطوة طب هل انت كوكيل بدورك ابلغته ان في وكلاء كلموه عن نادي الزمالك، ولا ما حبيتش تتكلم معاه في الموضوع ده؟ أنا ما حبيتش أفتح معاه المواضيع ديت. يعني هو سمع زيك يعني، أنت عارف أنا طبيعي جدا إن أنا كوكيل لعيبة أنا بستلم مكالمات، ومش على محمد شريف، على لعيبة كتير عندي، ده الطبيعي. تمام. الطبيعي إن أنا في ناس بيستفسروا، في ناس بيكلموني، أخبار سيان أي لاعب عندي مثلا، إذا كان أزارو إذا كان تمام، هنيجي بس احنا خلينا نقطة نقطة في محمد شريف ده. بالنسبة اللي فيه وكلاء تواصلوا معاك بالفعل عشان رغبته للعب في نادي الزمالك، هل في وكلاء تواصلوا معاك أو مسؤولين من نادي بيراميدز لمحمد شريف، ولا الكلام ده برضو عادة من الصحة؟ في ناس تواصلوا معايا بخصوص محمد، ولكن من نادي بيراميدز ده الطبيعي، بس الطبيعي ان هو يتواصل معايا. مسؤول رسمي ولا وكلاء؟ لا، وكلاء، وفي ناس من دولة الإمارات برضو تواصلوا معايا. يعني اللي هم ضمن اللي هو النادي بيراميدز، يعني مسؤولين في نادي بيراميدز اللي هم متواجدين في الامارات، صح يعتبر كده؟ يعتبر لا يعتبروا برضو وكلاء تبع يعني قريبين من النادي. من النادي. طيب محمد شريف طبعا هو لسه زي ما احنا كنا بنتكلم لسه رايح بدايه الموسم، هل محمد شريف احنا ممكن في يناير يتم التواصل اكتر وممكن محمد شريف يرجع، ولا الموضوع صعب انت شايف ان هو مستحيل يرجع الدوري السعودي، او اقل حاجه يقعد لنهايه الموسم وتبدا تبحث العروض؟ بيقول لك ان العقد شريعه المتعاقدين زي ما بيقول. محمد شريف من اول يوم ليه وصل السعوديه تمام. وهو كامل تركيزه ان هو يعمل ارقام كويسه في الدوري السعودي، وبالاخص مع نادي الخليج. ان شاء الله وبنتمنى له طبعا التوفيق. باذن الله، باذن الله يا رب. فدلوقتي اللاعب لما يكون حاطط هدف معين، انا بعتبره ان الهدف ده هدف لينا كلنا، مش لمحمد شريف بس. تمام. من حلم اي يعني اي لاعب بيحلم ان هو يبقى موجود مع منتخب بلاده، بالاخص في بطوله افريقيا القادمه. فمستحيل يا حامد اكون صريح معاك ان هو يفكر في يوم من الايام في الوقت الحالي ان هو يغادر الدوري السعودي او نادي الاهلي. طيب هنروح للاعب التاني وهو المغربي وليد ازارو. اسباب رحيل وليد ازارو عن الاتفاق السعودي وتجربه الدوري الاماراتي، السبب هل كان من النادي، ولا هو كان ازارو نفسه حابب اللي هو يعني يخوض تجربه جديده؟ طيب خلينا نتكلم برضو ان وليد ازارو اسم كبير، برضو هداف من هدافين النادي الاهلي المصري، علامه اتسجلت داخل النادي الاهلي. ما فيش حد من الجمهور هينسى وليد ازارو في يوم من الايام، من جماهير النادي الاهلي. لما انتقل وليد ازارو للدوري السعودي، انتقل في يناير 21، موسم 21 22، اللي هي جت فيها احداث الكورونا لو تتذكر. طبعا. لاعب كان المفروض وليد ازارو يبقى 6 شهور اعاره او 5 شهور اعاره، وبعد كده تم شراؤه او شراء عقده من قبل نادي الاتفاق السعودي من النادي الاهلي المصري. وليد ازارو لعب مع نادي الاتفاق حوالي 51 مباراه، يعني هنقول بالظبط لعب موسمين مع نادي الاتفاق السعودي. كان باقي في عقده حوالي 4 شهور او 5 شهور مع نادي الاتفاق السعودي. بعد كده ان وليد ازارو مثلا مع تغيير المدربين ما بقاش حاسس ان هو هو وليد ازارو كان بيلعب بصفه اساسيه، يعني ما جاش في ماتش وقعد احتياط. تمام. كان من افضل من بالنسبه للطرفين ان يتم، وليد ازارو كان عنده عروض درسناها مع بعض، من ضمنهم نادي الشباب السعودي. تمام. طب وايه اللي حصل، ما راحش الشباب السعودي ليه؟ اللي حصل ان العرض كان جاي في اخر فتره، يعني كان حوالي فاضل 3 4 ايام على تمام. غلق باب الانتقالات للفتره الشتويه. تمام.
فضاعت كتير حاجات في المفاوضات، ضاعت يعني حوالي من يومين 3 أيام. وكان عندنا نادي عجمان تجربة جديدة في دوري جديد، مسؤولين محترمين، قلنا ليه لا نخوض التجربة دي. وكان عقد يعني، ما كانش اللي هو الفترة زمنية كبيرة، كان هيبقى الفترة المتبقية من الموسم يعني حوالي تمام. 5 شهور ماشي، ومن بعديها وليد أزارو يبتدي يشوف العروض اللي موجودة أو المتاحة ويتم دراستها بشكل يعني في تأني، أنت تمام. فاهم قصدي؟ طيب خلال الفترة الماضية كان في كلام إن نادي الزمالك بيتكلم عن وليد أزارو، وفي نفس الوقت كان في كلام إن بيراميدز عايز وليد أزارو. هل في مفاوضات حصلت من الزمالك أو بيراميدز أو من وكلاء، ولا الكلام ده برضو عالي تمام من الصحة؟ أنا جالي كلام كتير على وليد أزارو، لحد الآن بيجي لي كلام مع وكلاء أندية مصرية في الدوري المصري على وليد، من أنديتي بالظبط تحديدا. يعني أنت عارف أندية القمة، أنت فاهم قصدي؟ ماشي، ما احنا عايزين نعرف يعني، هو أندية القمة أهلي زمالك بيراميدز. بالظبط جالي من يعني، مش لا استبعد النادي الأهلي شوية، لأن تمام النادي الأهلي بالنسبة لأزارو ده بيته، وهو تمام قال يعني انا بالنسبه ليا ان انا بكون كامل التقدير والاحترام لمسؤولين النادي الاهلي، وبعد النادي الاهلي ما فيش. وليد عنده عروض حاليا من الدوري القطري ومن الدوري الاماراتي، لان باقي له في عقده. يعني انت معنى كلامك، هقطع كلامك، معنى كلامك ان لو جاله عرض بخلاف الاهلي والزمالك مش هيجي احتراما للنادي الاهلي؟ كل شيء وارد، انا ما اقدرش اقول، ولا انا ولا اي حد ما يقدرش يقول لا مش هيروح. وفي ناس بتكلمني كل يوم، من مين؟ من انديتي بالظبط يعني، الكلام للزمالك ولا البيراميدز؟ انا في وكلاء بيكلموني من بيراميدز والزمالك وانديه تركيه وانديه اماراتيه وانديه قطريه، مش الدوري تمام المصري بس. تمام ولكن الفكره هي بالمناسبه وليد ازارو عشان داخل هو كمان الفتره الحره في شهر 1، تمام هيبقى خلاص لاعب حر، الفترة الحرة هيكون باقي له 6 شهور يحق له ولا الروح هو يعني. ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي؟ ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الحالي، بس الفترة الحرة بتبتدي من شهر 1. طيب هنروح لملف آخر، وهو البرازيلي فيتينيو لاعب نادي الاتفاق السعودي. كلام كتير ان فيتينيو خلاص هيرحل عن الاتفاق من اجل التعاقد مع الانجليزي جيسي رينجارد، لاعب اللي متواجد حاليا في تدريبات نادي الاتفاق. هل الكلام ده صحيح ولا غلط؟ فيتينو عنده إصابة قوية شوية، إن تمام شاء الله هيرجع في خلال الفترة يعني يناير. جميل. فيتينو لاعب كبير يعني، لاعب في روسيا ولاعب في فلامينجو البرازيلي، ولكن الإصابة يعني وقفته شوية، وده ما يمنعش إنه اهتمام المدرب جيرارد بيه اهتمام كبير، وتمسكه باللاعب تمسك كبير، ولكن ما تمش مناقشة الموضوع مع اللاعب بخصوص ان هو يمشي، او بالعكس هو ان شاء الله راجع في يناير القادم. تمام. احمد الغامدي لاعب نادي الاتفاق السعودي، موهبه يعني كله بيتنبأ ليها بمستقبل كبير، هيستمر مع الاتفاق ام في عروض فعلا من انديه القمه في السعوديه؟ نادي الاتفاق هو معروف ان هو نادي مكتشف المواهب، طلع مواهب كبيره كتيره قوي لانديه زي الهلال، زي النصر، زي الشباب، زي الاتحاد. الانديه دي هو نادي الاتفاق معروف، ولكن احمد الغامدي يعني صعب ان هو يطلع في الفتره الحاليه، لانه عقده 5 مواسم مع نادي الاتفاق. لاعب كويس، لاعب بيلعب منتخب الشباب الاولمبي السعودي، ولكن ان شاء الله لا هو مستمر، ولو في حاجه بيتم مناقشتها من خلال نادي الاتفاق السعودي ان شاء الله. هل هناك رغبة من أندية سعودية في ضم لاعبين مصريين، خاصة وإن أي لاعب مصري بيبقى بيروح الدوري السعودي في الأغلب بيكون يعني محادثات معاك؟ في أندية كتيرة بتبقى مهتمة باللاعب المصري، من أبرزهم برضو حسين الشحات. قبل تجديد عقده مع الأهلي كان جاي له عروض سعودية فعلا. بالظبط بالظبط، جالي أكتر من اهتمام من نادي الدوري السعودي.
حسين برضه من خبرته في الدوري الاماراتي وفي مع نادي العين الاماراتي، فهو معروف بشكل كبير في الدوريات العربيه، بالاخص ان حسين برضه لعب دوري ابطال اسيا وجه السعوديه، لعب قصاد انديه سعوديه، فالناس عارفينه بشكل كبير، واكيد النادي الاهلي اسم كبير طبعا، ولكن احنا بنتكلم ان هو خاض التجربه يعني في الدوري الخليجي. كالعاده كان الحوار معاك ممتع يا سيد، وتشرفنا بوجودك معانا في موقع في الجول. ربنا يخليك حبيبي، شرف ليا، وحابب اشكرك واشكر الساده المشاهدين. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده بالتغطيه للدوري السعودي، نشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. سلام.